جيب ليل وخذ عتابة. أي نعم، كلمات اختصرت ليلة ساخنة بالرصاص والصواريخ على أهالي البصرة. قصتها مرتبطة بمعركة المنطقة الخضراء، أطرافها التيار الصدري وفصيل مسلح يقود الشيخ الأمين بخطوة عملية تنذر بفشل مبادرات الهدنة وعبور الأزمة سلامات بعنوان طباخ السم ضوقه. مثلاً محافظة البصرة الفيحاء وثغر العراق الجنوبي وبوابتها البحرية والاقتصادية سجلت مواجهات مسلحة بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق بنيران وصلتها من ليلة المنطقة الخضراء، وشظاياها تحولت لاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، بدايتها عملية اغتيال سببها تجوال مسلح من السرايا قرب مقر للعصائب، انتهت بقتيل وجريح من مقاتلي التيار الصدري. صحيح القوات الأمنية بالبصرة رفعت حالة التأهب القصوى وانتشرت بالمناطق والأحياء لتهدئة الأوضاع، لكن الأمور عبرت المحظور والمواجهات تحولت لهجمات بصواريخ الكاتيوشا والهاونات استهدفت مجمع القصور الرئاسية اللي يجمع مقرات العصائب والكتائب وفصائل عنوانها بالحشد الشعبي، والنتيجة تدمير مكتب العصائب وشهداء 2 التحقوا بقائمة ضحايا مواجهة أبناء الأب الروحي الواحد. بس دقيقة، وزير القائد كان يراقب الأحداث ببث مباشر من صفحته بالفيسبوك، ومن شاف الأمور راحة للمجهول وجه خطاب لهجته بها قساوة استهدف الشيخ قيس الخزعلي وقال: أحذرك يا قيس، إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح. وكملها: كفاك استهتار بدماء الشعب أيا كانوا، فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباعك مثل أباذر فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تقتال المسعورة الأسود. أكو كلمة سبقت المسعورة رفعناها لأن ذكرها يزيد النار حطب. وختم الحاج صالح خطابة للشيخ الأمين وقال: الحشد براء منك أيها الوقح، يعني اللي يشوف القصر خو ما يهدم بيته. لكن الشيخ قيس الخزعلي من سمع بمذمة وزير القائد فتح صفحته وعلق بطريقة: ادفعها بقصبة قبل لا تدفعها بمردي، وأقسم على أتباعه بعدم الرد سلبيا على الإساءة اللي تستهدفه. واستشهد بمقولة للسيد محمد الصدر تقول: أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، إنما المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين. وخاطب أنصاره: فوتوا الفرصة عليهم وأفشلوا مخططهم بالسكوت قربة إلى الله تعالى، والسبب هنالك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور. وقبل لا يختمها بدعوة لإغلاق جميع مقار العصائب التفت على أنصاره وقال: الله الله بدماء المسلمين، الله الله بعدم التسبب بإفشال زيارة الأربعين. هنا مجلس الشورى المركزي للعصائب عقد اجتماع عاجل وقرر إغلاق جميع المقرات قربة إلى الله. بس زعيم دولة القانون السيد نور المالكي وجه نداء للقوى الوطنية وقال: أقولها وبصدق وحب وإخلاص أن صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وأنني أقف دوما إلى جنب نداء التهدئة والركون إلى الاستقرار. وأشاد بدعوات الأخوة القادة اللي يجمعهم الدين وحب آل البيت والوطن، وحذر من استرخاص سفك الدماء، ووجه دعوة مضمونها الابتعاد عن الإعلام المتشنج والردود القاسية والشتيمة والسباب، لأن النبي الأكرم عليه السلام بحديثه يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كل من طينته بخده. هاي كلها بصفحة وجلسة المحكمة الاتحادية اللي تعتمد عليها بعض الأطراف بالتهدئة بصفحة، لأن القوى السياسية تنتظر قرارها الأخير بدعوى حل مجلس النواب. لكن المحكمة عقدت الجلسة بعد تأجيلها أكثر من مرة وقررت ترحيل الدعوة ليوم الأربعاء، يعني السالفة بعدهم طولة، وجزء المفاجآت بالتصعيد ما راح تخلص حتى بعدها. نرجع ونقول: جيب ليل وخذ عتابة.